لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هناك ناس من الناس سوف يعظمون في حضرة الملائكة، في ناس إلى ربنا سبحانه وتعالى سيباهي بهم الملائكة. هم الملائكة شوفوا أهم دول بقى اللي كنتوا بتقولوا عليهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك أهو، شوفوا بقى اتفرجوا عليهم. في ناس من الناس أربعة أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة أصناف ناس سوف يخجلون الملائكة. إذا كان منكم من يريد أن يكون معظما عند الله تبارك وتعالى، إذا كان فيكم من يريد أن يكون مفتخرا به في حضرة الملائكة، إذا كان فيكم من يريد أن يكون مذكورا عند الله في السماوات العلى، فعليه أن يحفظ هذه الأربعة وأن يلتزم بها، الأربعة الذين يباهي الله بهم الملائكة. من هؤلاء الأربعة؟ هنا كبر صار عنده 70 و80 و90 وربما ما سمع هذا من قبل. من هؤلاء الذين يباهي الله بهم الملائكة؟ كيف يباهي الله بها الملائكة؟ يفتخر بي الله، يفتخر بي أخي، واحد يفتخر إن الرئيس يذكره في كلمة، فبالك إذا كان ملك الملوك ومالك الملك يا أخي يذكرك في حضرتي سبحانه وتعالى ويفاخر بك ويقول له ما هذا بقى؟ دول بقى اللي كنت بتقولوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ بصوا عليهم بقى، اتفرجوا على هؤلاء الأربعة. من هؤلاء الأربعة؟ هؤلاء ثبتوا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبة اليوم بعدما تصلوا على سيدنا رسول الله عن هؤلاء الأربعة الذين يباهي الله بهم الملائكة. أربعة يباهي الله بهم، يفتخر الله بهم أمام الملائكة. أول هؤلاء الأربعة من؟ أهل عرفات. اللهم أكرمنا جميعا بشهور عرفات يا رب. دول أهل عرفة، أهل تمام الدين، أهل إكمال النعمة، أهل الشفع والفجر وليالي العشر والإيه؟ والشفع والشفع. قيل هو يوم عرفة، قيل هو يوم عرفة. أهل هذا اليوم هؤلاء لهم كرامة أن الله يباهي بهم الملك. الدليل وحد الله، قال عليه الصلاة والسلام، صلى عليه، قال إن الله يباهي ملائكته بأهل عرفة، يباهي ملائكته. يقول انظروا عبادي أتوني شعث الغبر الضحين أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له، اللهم اجعلنا فيه يا رب، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. عرف عرف عرف، وما أدراك ما عرف. إذا كان هناك الآن ناس يقول لك إن عندنا حضارة 7000 سنة حضارة، 10000 سنة، 20000 سنة حضارة، أنتم كمسلمين لكم حضارة أعرق من الإنسانية المجتمع، أنتم لكم حضارة موغلة في القدم، أنتم لكم حضارة من عرفة. عرفة هذا مش 10000 ولا 20، تتكلم على عصر، على عصر تاني خالص، عصر ما كانش تولد التاريخ ولا حملت أم التاريخ بالتاريخ ولا ولدت، عصر تاني. عرف هذا إنما سمي عرف لماذا؟ لأن أبوكم آدم وأمكم حواء تعارف على عرفة، تعارف على عرفة، لما نزل الأرض افترق ثم اجتمع على عرفة، اجتمع على عرفة. في عرفة تزوجت السيدة الأولى في تاريخ الإنسانية بأبينا آدم، على عرفة قضت أمكم حواء شهر العسل. لا تسألوني يعني كيف كان الفرح، لأني طبعا كما تعلمون أو كما لا تعلمون ما حضرت خطوبتها ولا شهدت نكاحها ولا مشيت في زفتها، إنما هذا دلتنا عليه النصوص التاريخية، نصوص تاريخية جاءت تثبت أن آدم وحواء تعارفا. ولذلك من ضمن ما قيل في تسمية عرفة أنه سمي بعرفة لأن آدم وحواء تعارفا على عرفة. في هذا المكان، في هذا المكان الذي هو أقدم من كل التاريخ، أقدم من كل التاريخ، لنا أن نفتخر بعرفة.
والله يا إخوة، والله لا أستطيع مهما أتيت من بلاغة ومن بيان أن أصف لكم الشعور الذي يشعر به الحاج وهو على عرفة. كل ما أتمناه من الله ألا يميت منا أحد، يريد الحج حتى يشهد تراب عرفة وحتى تفتحل عيونه بعرفة. عرفات، وما أدراك ما عرفات، اللهم صل عليه. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول لو كانت عليك مثل رمال عارف، لو انت رحت على عرف وعليك مثل رمال الأرض، لو عليك مثل رمال عال او مثل عدد قطر سيشوف حد عنده ذنوب زي قطر السيف، والله ولا يطمع ولا يطمع ولا يطمع. لو كانت عليك مثل رمال عال او مثل عدد قطر السماء ذنوبا لغسلها الله عنك وغفرها لك. اللهم اكرمنا بها يا رب، لغسلها وغفرها لك. وان ربك ليثني من اهل عرف، يثني من اهل عرف، ثم يباهي بهم الملائكة، برضه ثم يباهي بهم الملائكة. يقول عبادي أتوني من كل فج عميق، عبادي أتوني أشهدكم أني قد غفرت لهم، اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. أول نوع أهل عرف. النوع الثاني الذي يباهي الله به الملائكة، من؟ اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم الملائكة يا رب. النوع الثاني من؟ الشاب الطيب، الشاب الصالح، شاب الصالح، هذا الله يباهي به الملائكة، يباهي به الملائكة. شاب ليه الشاب؟ لأن الشباب مرحلة في غرائز تهد الجبال، فتت صخور. فإذا شد هذا جعل شبابه في طاعة، اسمعوا يا شباب، اللهم صل عليك يا رسول الله، اسمع هذا الحديث النبوي كله بالدليل. يقول عليه الصلاة والسلام إن شوف يا أخي، إن أحب الخلائق إلى الله، إن أحب الخلائق إلى الله شاب حدث السن، مش شيخ دامع ولا شيخ أزهر ولا حافظ قرآن، إن أحب الخلائق إلى الله شاب حدث السن، جعل شبابه وجعل شبابه وصحته في طاعة الله تبارك وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى الملائكة انظروا إلى هذا الشاب، انظروا إليه، بصوا، أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، اتكسفوا، انظروا إلى هذا الشاب جعل شبابه وصحته في طاعتي وعزتي وجلالي، هذا هو العابد حقا. اللهم اجعلنا من العابدين حقا له، هذا العابد بحق، ده عابد بحق. ذل برد سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا إمام عادل. والتاني إيه؟ شاب نشأ، شاب نشأ، مش إيه؟ شاب شاب نشأ في طاعة. شوف برضو العجب العجاب، اللهم صل عليه. قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفق. شوف يا هذا الحديث تحفظونه طبعا، كل حفظنا لكن ألا تنتبه إلى هذا الكلام يا أخي؟ اللهم صل عليك يا رسول الله. عن عمره فيما أفناه، العمر يعني من عند البلوغ لحد ما يموت بعد 90 100 سنة، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا رب. وبعدين يجي يخطف من عمر حتته، وعن شبابه فيما أكثر. طب ما هي من العمر يا رسول الله، يعني الشباب قيل من 15 ل30 وقيل من 15 ل40 وقيل من 15 في أرجع الأقوال ل50 سنة، هذا سن الشباب من 15 ل50 سنة، ما هذا من العمر يعني يا رسول الله؟ ما يكفي أنك تقول عن عمره فيما أثنى وخلاص، ليه تحط شبابه من حتة العمر برضه؟ إنما عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه أنك إذا اتقيت الله في هذه الفترة فإنك ترقى عند الله رقيا لا حدود له. إذا استحييت من الشاب، شاب يستحي من الله، يستحي أن الله يرى على معصيته،
يستحي أن الله يراه وهو على فاحشة، يستحي أن الله تعالى يراه وهو يشرب شيئا من الحرام، يستحي من الله. الله تعالى قال له صلي، قال سمعت وأطعت يا رب. قال له صم، سمعت وغض بصرك، حاضر يا رب. هذا شاب نشأ في طاعة، هذا شاب نشأ يا حبيبي يا رسول الله. يقول عليه الصلاة، اسمع هذا العدد، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ينظر إلى الشاب حدث السن، شاب صغير حدث السن، إن الله ينظر إلى الشاب حدث السن المطيع له، فيقول: أيها الشاب يا شاب، أيها الشاب التارك شهوته من أجلي. أنت تارك شهوتك من أجلي، اللهم اجعلنا فيهم يا رب. أيها الشاب التارك شهوته من أجلي، وعزتي وجلالي أنت عندي أفضل من ملائكتي. وحد الله، أنت عندي أفضل من ملائكتي. الله الله الملائكة شاب الله الله الله. نحن الواحد ممكن يبقى كده برضو، يعني الواحد فينا ممكن يبقى كده، واحد شاب الوقت يسمع كده يقول يعني طب انا اعمل ايه الوقت، ما كنتش اسمع هذا الكلام، هل ممكن انا اخش في الموضوع؟ طب والله يا عم الشيخ انا عمري ما ركعت، ممكن؟ والله ممكن. طب والله انا عملت معاصي كتير، ممكن؟ ممكن. طب والله انا زنيت، ممكن؟ والله ممكن. ده انا ما سبتش حاجه الا وعملت، ممكن اخش كده في الذين يباهي الله بهم الملائكة بشكل يباهي؟ نعم ممكن. ازاي ممكن؟ ممكن طبعا. ممكن انك انت بعد ما كنت لا تبالي بمعصية الله تبكي اذا اقترفت معصية الله تبارك وتعالى. ممكن تحب العفة بشكل مش ممكن. ممكن بعد ما كانت ممكن الجنة تشتاق اليك بعد ما كانت النار تتغير من شوقها كي تأكلك فيها من شدة معاصيك الله تبارك وتعالى. ممكن؟ ممكن. متى؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب. عندما تتوب بصدق إلى الله تبارك وتعالى، عندما تعاهد الله الآن اللهم ارزقنا التوبة الصادقة يا رب. إمام ابن الجوزي يذكر حكاية، بس الحكاية شيء، وتعقيب ابن الجوزي عليها شيء ثاني خالص. ابن الجوزي هذا جبار، واعظ من افضل واعظ ظهر في تاريخ الاسلام، معروف يعني. بيذكر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان ماشي في احد سكك المدينه، فوجد شابا يحمل قاروره خمر تحت فيها، شايل خمر تحت فيها، فقال له عمر: ما هذا؟ ايش هذا؟ خد بقى عمر بقى، تخيل عمر الخطاب بقى يقول واحد ما هذا بقى، وقام قام في الشارع. الشاب قال له: وانا قلت له خمر هنجلد هنا بالدره، مش بالدره، بالدره، اسمها الدره مش الدره يعني. فقال: اللهم اني تبت اليك فلا تفضحني ولا تخجلني عند امير المؤمنين، واشهدك يا رب ان هذه اخر مره، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب. قال: ما هذا؟ قال: هذه خلي يا امير المؤمنين. دخل قال: ارينيه، فاخرجه له. يقول ابن الجوزي: فببركه توبته حول الله الخمر الى خمر، لما امسكها عمر وجدها خمر. ابن الجوزي بكى عند هذه القصه وقال: لا اله الا الله. انتبهوا يا اخوه، انتبهوا لهذا التحذير، والله عايز محضر. قال ابن الجوزي: انظر، بص، هذا مخلوق تاب من خوف مخلوق، هذا مخلوق تاب من خوف مخلوق، فحول الله خمره إلى خمر، فحول الله خمره إلى خمر. فوالله إذا تبت أنت من خوف الله، إذا تبت أنت من خوف الله، كان حقا على الله أن يحول خمر سيئاتك إلى خمر حسنات من عنده سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بها يا رب. بأول هؤلاء أهل عرفة، ثاني هؤلاء الشاب الطائع، ثالث مين؟ ثالث هؤلاء الذين يباهي الله. الواحد يا أخي يقول لك ده معاه، جواز دبلوماسي، معاه جواز دبلوماسي، يعني محدش يقدر يوقف،
شوف بقى انت لما واحد معاه جواز سفر دبلوماسي يبقى ماشي مع حد زي انت بقى يبقى معاك جواز مباهاه، جواز فخر، جواز ان انت مذكور هناك. اللهم اذكرنا عندك برضوانك يا رب العالمين. ثالث هؤلاء الذين يباهي الله بهم الملائكة من؟ اسمع، سمعني الصلاة على الحبيب. يقول عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع لحد دققوا دققوا في هذا الكلام. صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع منا من رجع وعقب منا من عقب. يعني اللي ناس روحت البيت قاعده تيجي على العشاء وناس فضلت قاعده في الجامع ما روحتش قعدت يعني ما نسيتش. فرجع من رجع وعقب من عقب فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اكرمنا بالرؤيا في الجنه يا رب. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الينا حاسرا ثيابه، عارف يعني حاسرا ثيابه؟ يعني طالع يجري، طالع يجري رافع بيجري قوي وقد حفزه النفس، يعني بيجري بسرعه وبينهى. قال واذا يخرج علينا قد حسر ثيابه وقد حفزه النفس، بينهى جامد جامد. ثم قال: يا معشر المسلمين، اللهم اجعلنا منهم هذه الساعه يا رب، يا معشر المسلمين، أما والله أبشروا، أما أبشروا يا معشر، أبشروا فوالله إني أرى بابا فتح من السماء وهذا ربي يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم. يقول عبادي، الله يقول هذا يبلغ النبي اللهم صل عليه، يقول عبادي قضوا فريضة وينتظرون أخرى. صلوا المغرب وبعدين يستنوا لحد العشاء. وحد الله، صلى المغرب وقعد سنة عشاء كمان، قضى الفريضة. لما تقعد في الجامع كده شوية استنى الفريضة، الله يباهي بك الملائكة. هذا شيء ثاني. سيدنا الإمام عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وأرضاه وهو يموت قال عطاء بن سعيد: دخلت عليه في المسجد وهو يموت قاعد في المسجد، فقلت يا سيدي يا سيدي الشيخ لو انتقلت للبيت كان أفضل، روح لرحمتك أحسن. قال: يا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. ومن وعدين كده دلوقتي وبعدين مفكر نفسه في الخطبة، سمعت الخطبة وهصلي الجمعة وخلاص، لا ده في شغل ثاني. إن الملائكة، طول ما أنت قاعد في الجامع كده، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه يا أرحم الراحمين. خير هذا، هذا الملائكة. ولذلك يقول: يا ابني انا اترك هذه البركات يا ابني، حيث اشوف ما يحطش البركه دي. لذلك الشيخ ابن بطال شارح الامام البخاري يقول: ولا شوف، ولا تقرا قران، ولا تعمل، هتقعد بس كده، ولا تسمع خطبه، قاعد كده وبس في الجامع، لا بتقرا ولا بتقرا. القرايه دي لها اجر ثاني، تسمع لي اجر ثاني، ومجلس العلم لي اجر ثاني، كل دي لها اجور اجور اجور. ده في انت بس قعدت في الجامع بس كده، قعدت كده تكييف ومروحه وبس وخلاص. يقول عليه الصلاه والسلام: ما من عبد يجلس في مصلاه الا قيض الله له ملكا يدعو الله تبارك وتعالى له. قل من قاعد؟ قال ابن بطال: من اراد ان تحط عنه الذنوب بلا تعب ولا مشقه، لا تقرا ولا تعمل، من اراد ان تحط عنه الذنوب بلا تعب ولا مشقه فليجلس في المسجد، فإن الملائكة تدعو الله تبارك وتعالى له، وما من عبد دعا له ملك. طبعا الملك لما يدعي لك وزي الشيخ لما يدعي لك وزي أي حد، الملك لما يدعي يعني بعلم الوصول على طول، لأن ربنا قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلما يدعي لك ملك يبقى خلاص، اللهم أكرمنا بها يا أرحم الراحمين. يبقى الجلوس لما تقعد في المسجد، تقعد شوية في المسجد. أنا عارف دايما الناس يقول لك: يا عم الشيخ انت مش عارف شيخ قال ايه؟ هنقعد في الجامع ازاي احنا يعني؟ انت عايز نقعد في الجامع ازاي يعني؟ احنا فاضيين نقعد. يا عم اقعد على يوم في الاسبوع، اقعد في الجامع، يوم في الويك اند. اقعد يا اخي مره من المغرب، اقعد بس كده المغرب والعشاء. قول انا قاعد
قاعد فيه عشان ابقى فوق فيه الله يباهي بي الملائكه. انا قاعد عشان دي بس، عشان ربنا يباهي بي. اللهم اكرمنا بهذه العزيمه يا رب. يا اخي والله لو انت اكل العيش، لو انت بس تتفنن في طاعه الله زي ما تتفنن في اكل العيش، والله ربنا هيهديك وهيوفقك وهيعطيك طرق للوصول اليه سبحانه وتعالى. يبقى لما انت تجلس في المسجد، جلوسك في المسجد بس. الإمام الشافعي عليه الرضوان دخل مرة بأراضي قاعد في الجامع، قال له أنت قاعد في الجامع فين؟ احفظ هذا الولوغ. قال له أنت قاعد فين؟ قال يا إمام عصيت صاحب هذا البيت. أنا صاحب البيت أنا عصيت، وكلنا عصاة لصاحب هذا البيت، اللهم اغفر لنا يا رب. عصيت صاحب هذا البيت فآليت ألا أخرج حتى يغفر لي سبحانه وتعالى. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد حرمتنا جميعا على النار يا رب، وأوجبت لنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. يبقى أول الأربع الذين يباهي الله بهم الملائكة أهل عرفة، ثانيهم الشاب الذي نشأ في طاعة الله، ثالثهم الذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، فرابعهم أهل مجالس العلم. الدليل وحد الله. جاء في الحديث الصحيح أن معاوية بن أبي سفيان خرج على قوم يجلسون في المسجد بعدين درس علمي فيه، فقال لهم ما الذي أجلسكم هنا؟ بعدين ليه؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونتعلم علم رسول الله. قال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قال والله انتوا قاعدين عشان كده مكسوف. قالوا الله ما اجلسنا الا هذا. قال الله ما يعني الله ما اجلسكم الا هذا؟ قالوا الله ما اجلسنا الا هذا. قال اما والله اسمع اني لم استحلفكم تهمه لكم، انا ما شككتش فيكم، لكن خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ارجو ان نتقدم كثيرا، تقدموا الى، لكن خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن جلوس في المسجد، فقال ما اجلسكم؟ النبي هو بيكرر العمل الذي امره الله صلى الله عليه وسلم، قال له ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله وما انعم به علينا من الاسلام. قال والله ما اجلسكم الا هذا النبي امره الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والله يا رسول الله جلست طلب علم وخلاص. قال والله ما الله ما اجلسكم الا هذا؟ قالوا والله يا رسول الله ما اجلسنا الا هذا. قال أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ما بتهمكوش، ولكن أتاني جبريل الساعة فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. أتاني جبريل الساعة فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. طلب العلم، علم النبي عليه الصلاة والسلام. هي الإمام إسماعيل حقي في كتابه روح البيان في تفسير القرآن ومن أروع كتب تفسير القرآن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس علم، شوف لاحظ هذا الكلام من النبي، مجلس علم، مجلس علم افضل عند الله من صلاه الف ركعه ومن شهود الف جنازه ومن عياده الف مريض. مجلس علم، تقعد مجلس علم افضل عند الله من صلاة ألف ركعة. ده الواحد عمره كل ما يغلطش يصلي ألف ركعة في يوم 16 ساعة ونص، تفضل تصلي ده الركعة تاخد به أفضل من صلاة ألف ركعة. ومن شهود ألف جنازة، ألف جنازة. ومن عيادة ألف مريض. قال ابن عباس: وقراءة القرآن يا رسول الله، حتى قراءة القرآن مجلس العلم أحسن من قراءة القرآن. قال يا ابن عباس: وهل ينتفع بالقرآن إلا بالعلم؟ هو ينتفع بالقرآن إلا بالعلم طبعا، وحتى قراءة القرآن مجلس العلم أولى. لذلك اللهم صل عليه. قال: من أراد أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى الذين يختلفون إلى المساجد لطلب العلم. اللهم اجعلنا فيهم يا رب. لكن أنت حريص على طلب العلم، إنك تبقى اللهم صل عليك يا رسول الله. يقول إن الله الأجود الأجود أجود الأجودين هو الله، إن الله الأجود الأجود وأنا أجود بني آدم، صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، وأجود الخلق من بعدي
شوف بقى مين بيدفع مئات الالوف، واجود الخلق من بعدي من تعلم علما او علمه للناس، فذلك الذي يبعث يوم القيامه امه وحده. اللهم اكرمنا بهذا النعم يا رب، انك انت تدرس العلم، تاتي المسجد تحضر دروس العلم. اللهم صل عليه. طلع مره على المسجد زحلان عليه الصلاه والسلام، ثم قال: اسمعوا يا امه محمد، يا امه محمد، اللهم صل عليه. طلع مره على المنبر يقول للناس: ما بال اقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتعظون ولا يأتمرون. والله هذا لسه الخطبة بتاعتي شغالة، اللهم صل عليك يا حبيبي. والله ليعلمن أقوام جيرانهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهون ولا يتعلمن أقوام من جيرانهم ويتعظون ويأتمرون، وإلا عجلت لهم العقوبة. من اللي عجل لهم العقوبة؟ اللهم صل عليك يا رسول. هذا أمر خطير. ما تقول أنا ما عنديش وقت أحضر مجالس العلم، أنا والله مشغول، أنا معزوم. هذا مجلس علم، مجلس علم للنبي عليه الصلاة والسلام. تحضر إلى مجلس العلم وتعرف أن لك شأوا ومنزلة عظيمة عند الله مهما كانت تجلس. يا إخوة، سأختم هذه الخطبة بقصة مزلزلة، احفظوها وانتبهوا لها، احفظوها جدا ودققوا فيها. والقصة عن غالب ابن قطان. غالب ابن قطان ده يعني عليه الرضوان أحد رواة البخاري ومسلم، يعني هو واحد من الذين روى عنهم البخاري ومسلم، يعني رجل فقه. يقول: نزلت إلى الكوفة فعلمت أن مجلسا للعلم للإمام الأعمش. في درس الإمام الأعمش، إمام معروف في عصر الأمر، شهير وخطير جدا اسمه الإمام الأعمش. قال: فلزمت مجلس علم، كل أسبوع أحضر الدرس الثاني، كل أسبوع أحضر الدرس الثاني لمدة سنة، وأنا أختلف إليه. فلما كان بعد سنة أردت أن أغادر، أمشي من الكوفة، فدعاني إلى البيت. فبت عنده، فرأيته قام من البيت. الراجل شاف الشيخ الأعمش قام من البيت، فوجدته توضأ وجلس يصلي وقرأ من سورة آل عمران. انتبهوا انتبهوا جامد، دققوا في المجلس. وقرأ من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. قال ثم وقف وقال: وأنا أشهد بما شهد به الله لنفسه، وإن الدين عند الله الإسلام، وأنا أشهد به. قال قرأت كررها مرارا: وأنا أشهد بما شهد به الله لنفسه، وأن الدين عند شهد الله في أول آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. قال: وأنا. فقلت: يا شيخي، جلست عندك سنة كاملة، بقالي سنة عنك، ما سمعت منك شيئا في هذه الآية، وإيه؟ أنت تقول الكلام ده ليه؟ قال: تريد تعرف؟ عايز تعرف ليه؟ قلت: نعم. قال: بعد سنة أجيب. بعد سنة، تخيل. قال: فوالله تركت كل ما عندي وجلست عنده وكتبت هذا. يريد أن يعرف صدقه، وعايز يفر ولا لا يفر، وعايز. طبعا هذا أنتم تسمعونه الآن، يا ريت تكتبوه، يا ريت تنتبهوا له، يا ريت تحفظوه، ولا يأتيكم هذا. واحفظ الله. قال: فلما انقضت السنة جئته، فقلت: يا إمام، أنت قلت لي، فاكر؟ أنت قلت لي وأنا قاعد عندك سنة، قول لي بقى، شوف الهمة، شوف لي، أف لنا والله. قال: يا إمام، أنت الآن أي سنة عندك؟ قول لي أي موضوع؟ قال: يا بني، حدثنا، وذكر سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عبدي يقرأ هذه الآية، ما من عبد يقرأ هذه، شهد الله أنه لا إله إلا هو
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. ثم يقول: وأنا أشهد، وأنا أشهد بما شهد به الله لنفسه، وأن الدين عند الله والإسلام. إلا جاءت هذه الآية أمام الله يوم القيامة، الآية دي بس، إلا جاءت هذه الآية أمام الله، وهذه من قدرة الله الكبيرة على تصوير المعاني حتى يحولها الأعراض لأجسام، إلا جاءت هذه الآية أمام الله يوم القيامة فيقول الله تبارك وتعالى: أنا أحق من وفى. أنا دحرت عني وديعة، قلت عني وديعة واستودعتها عند الله. أنا أحق من وفى، خذيه إلى رضوان الله والجنة. الآية دي تأخذ العبد إلى إيه؟ لأنه استودعها عند الله تبارك وتعالى. من هؤلاء الأربعة الذين يباهي الله بهم الملائكة؟ أربعة يباهي الله بهم الملائكة. موجز الموجز أهل عرفة الأول، الشاب الذي نشأ في طاعة الله الثاني، الذين يجلسون ينتظرون الصلاة الثالث، الرابع الذين يحرصون على مجالس العلم. أرجو الله تعالى أن نكون فيهم جميعا. البر لا يبلغ والذنب لا ينسى والديان لا يموت.